زيد 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 متناسق اللي من خلاله تم تشكيل واحد الفريق امني مختلط تحت اشراف المصالح المركزيه للمديريه العامه للامن الوطني واللي تشكل من جميع الفعاليات الامنيه سواء على مستوى مدينه الدار البيضاء فرق الشرطه القضائيه بدون استثناء كذلك الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه كذلك مصالح مديريه مراقبه التراب الوطني اللي كان الدور ديالها فعال من تحديد هوية السيدة اللي اقترفت هذا الفعل الجرمي في ظرف وجيز وتم تحديد مكان التواجد ديالها والإيقاف ديالها والرهان اللي كان عند المصالح الأمنية بحكم أن المختطفة رضيعة وأنها تسترجع العائلة ديالها في أقرب وقت ممكن وفي صحة جيدة والحمد لله تأتى ذلك في ظرف ما كيفوقش 48 ساعة والمولودة الحمد لله راه بعد عرضها على الطبيب بقسم الولادة تم التاكد من ان الصحه ديالها جيده والحمد لله ولحدود الساعه ما يمكنش ناكدوا واش كان عمل منفرد او عمل في اطار عصابه اجراميه او عمل مخطط له مسبق الى حين تقديم المعنيه امام النيابه العامه من اجل اتخاذ القرار المتعين في حقها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.